النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. منصة أبواب التعليمية. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم والتي سنتحدث بها عن هذه الأمور. كملخص، هناك موجة برد وسقيم متوقعة هذه الليلة، ليلة السبت على الأحد. والأمر الآخر أن هناك طقس مستقر إجمالا نهار يوم الأحد وأيضا نهار يوم الاثنين، في حين تبدأ أحوال جوية غير مستقرة بالتأثير على المملكة اعتبارا من ساعات مساء يوم الاثنين. نبدأ هذه النشرة بكميات الأمطار الهائلة خلال المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة خلال الأيام الماضية، والذي صنف بأنه من الدرجة الرابعة. بلغ أقصى كمية هذه الأمطار في مرتفعات عجلون، إذ بلغت أكثر من 120 ملليمتر خلال هذه الفترة. في العاصمة عمان تقريبا 100 ملليمتر، كذلك أمر في جرش، في إربد أيضا ناهزت 100 ملليمتر، في السلط 110 ملليمترات، كانت في الزرقاء 49 ملليمتر، في جنوب العاصمة عمان 92 ملليمتر، في المفرق 45 ملليمتر، في مأدبة 55 ملليمتر، في الكرك 27 ملليمتر، في الطفيلة 12 ملليمتر، في جبال أشراء تقريبا حوالي 10 ملليمتر، وكانت في العقبة حوالي، لم تتعرض إلى هطولات مطرية هي وأيضا مدينة معان، بحسب طبعا محطات الرصد الجوي التي وشبكة المراسلين والمندوبين هنا لدينا في طقس العرب. مرتفع جوي السيبيري يتوقع أن يمتد تدريجيا نحو المملكة خلال ساعات هذه الليلة، مرفق بموجة من البرد والصقيع والانجماد، وبالتالي يتوقع تدني درجات الحرارة بشكل ملحوظ هذه الليلة في مناطق عدة من المملكة، مما سيسمح بتشكل الانجماد والجليد في أجزاء واسعة من المملكة، بالإضافة حدوث الصقيع وموجة من الصقيع في أجزاء واسعة من المساحات الزراعية في المملكة. ربما تطالب بعض مناطق الأغوار الشمالية، وبالتالي الحذر وكل الحذر واجب لدى إخواننا المزارعين من هذه الموجة، موجة الصقيع بمشيئة الله تعالى. لكن غدا نهارا ويوم الاثنين يتوقع أن يبقى سيطرة هذا المرتفع الجوي السيبيري على المملكة، ولكن تخف معه موجة البرد والصقيع. يبقى الطقس طبعا باردا بوجه عام، ولكن دون حدوث موجات واسعة النطاق كما سيحدث هذه الليلة، ليلة السبت على الأحد. أما يوم الاثنين مساء فيتوقع أن يعني يصعد إلى المنطقة من الجنوب منخفض البحر الأحمر. هذا المنخفض البحر الأحمر يتوقع أن يكون مرفق بتيارات هوائية رطبة ودافئة بعض الشيء نحو المملكة، ولكن ذلك يتلاقى مع استمرار امتداد المرتفع الجوي السيبيري بالقرب من المملكة، وبالتالي يتوقع نهار يوم الثلاثاء أن تنشأ أحوال جوية غير مستقرة تتمثل بهطول زخات من الأمطار في أجزاء مختلفة من المملكة، قد تكون مصحوبة أحيانا ببعض الزخات الكثيفة من البرد والمطر المتجمد. عودة إلى الأحوال الجوية متوقعة هذه الليلة في العاصمة عمان، وبالتفصيل درجة حرارة درجة مئوية واحدة تحت الصفر، وصقيع وأجواء يعني أجواء انجماد في أجزاء مختلفة من المملكة. طبعا نحذر الإخوة المواطنين خاصة في الطرق التي تشهد تراكمات ثلجية مثل مرتفعات عجلون، أعالي غربي العاصمة عمان، أعالي مرتفعات البلقاء وبعض المرتفعات الجبلية الجنوبية من مخاطر حدوث الانجماد، وذلك بسبب أن الثلوج قد ذابت في ساعات النهار، وبالتالي الطرق مبتلة. هذه الطرق المبتلة يتوقع أن تتجمد في ساعات هذه الليلة، وتصبح الطريق والطرق هذه من الصعب بمكان بالمسير عليها بشكل عام. وأيضا من المتوقع حدوث الصقيع في أجزاء واسعة من المملكة بمشيئة الله تعالى. أما خلال الأيام القادمة فيكون الطقس غدا الأحد طقسا بارد، أجواء غائمة جزئيا، درجة حرارة 10 درجات مئوية نهارا، 5 درجات مئوية في ساعات الليل، 11 درجة مئوية يوم الاثنين ودرجتين مئويتين في ساعات الليل، ويوم الثلاثاء 11 درجة مئوية في ساعات النهار والصورة 5 درجات، مع فرص لأمطار مترافقة مع زخات من البرد بمشيئة الله تعالى. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يعني نهار الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين. سنبدأها شمالا من إربد 11-5، جرش 12-7، عجلون 10-6 درجات مئوية، والمفرق من 12-5 درجات. المناطق الوسطى 10-5 في العاصمة، 11-6 في البلقاء، 12-6 في مأدبة، 19-12 في البحر الميت، و13-7 درجات مئوية في الزرقاء. المناطق الجنوبية تكون في الكرك 11-5، الطفيلة 9-6، معان 12-4، 8-2 في جبال الشراء، و21-14 درجة مئوية في العقبة. ختام هذه الجولة في المناطق الشرقية، الرويشة 13-6، الصفاوي 13-5، وفي الأزرق
تتفوق من 14 إلى 8 درجات مئوية. قبل الختام، بعض التوصيات الهامة بشأن الأحوال الجوية التي تسود المملكة في هذه الأوقات. الأمر الأول طبعا هو من الانتباه والحذر الشديد أثناء القيادة بسبب احتمالية تشكل الانجماد والجليد في بعض الطرق. الأمر الآخر هو الانتباه من مخاطر الصقيع في سيما في المساحات الزراعية المختلفة في المملكة، ودائما ندعوكم إلى مراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى اللحظة. دائما يمكنكم تحميل تطبيق تخصص العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة، أو يمكنكم زيارتنا عبر موقع تخصص العرب arabiaweather.com، أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة. إلى اللقاء.